أيها الإخوة الكرام، انقضى شهر رمضان، فوداعاً يا رمضان، وداعاً يا شهر الصبر والغفران، وداعاً يا شهر القرآن، وداعاً يا شهر الصيام والقيام، وداعاً يا شهر الرحمات والقربات، وداعاً يا شهر الجود والإحسان، وداعاً يا شهر التوبة والعتق من النار، وداعاً يا شهر الاعتكاف والخلوات، وداعاً يا شهر الانتصارات والغزوات الفاصلات. أيها الإخوة، انقضى رمضان وانصرمت أيامه ولياليه، لقد ربح الرابحون وخسر الخاسرون، فهنيئاً لمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً، ويا خيبة من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب. هنيئاً للمقبولين، وجبر الله كسر المحرومين، وخفف مصاب المغبونين، وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنئه، ومن هذا المحروم فنعزيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز خطب يوم الفطر فقال: أيها الناس، إنكم صمتم 30 يوماً وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. لقد شرع الصيام لتقوية إرادة الإنسان على طاعة ربه الواحد الديان، ولتنمية الإخلاص في قلبه، ولتمتين الصلة بخالقه، ولترسيخ معاني العبودية له، ولو أديت العبادات على النحو الذي أراد الله عز وجل لجعلت من هذا المؤمن نير الذهن والقلب معاً، حاد البصر والبصيرة جميعاً، تتعانق فكرته وعاطفته، فلا تدري أيهما أسبق، صدق أدبه أم حسن معرفته، لا تدري أيهما أروع، خصوبة نفسه الجياشة أم فطانة عقله اللماح. لو أديت العبادات على النحو الذي أراد الله لجعلت المؤمن ذا أفق واسع ونظر حديد ومحاكمة سليمة، لجعلته في سعادة لا تقوى متع الأرض الحسية أن تصرفه عنها، ولجعلته ذا أخلاق أصيلة لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة أن تقوضها. المؤمن الحق كما أراده الله عز وجل عقب رمضان كالجبل رسوخاً، كالصخر صلابة، كالشمس ضياءً، كالبركان تدفقاً، كالبحر عمقاً، كالسماء صفاءً، كالربيع نضارة، كالماء عذوبة، كالعذراء حياء، كالطفل وداعة. لقد كان الصيام من أجل انتصار الإنسان على نفسه، كي يقودها نحو سعادة الدنيا والآخرة. إخوة الكرام، هذا الذي سأقوله أتمنى من أعماق أعماق قلبي أن يكون واضحاً لديكم. ليست البطولة في رمضان أن ننتصر على النفس ثم ننخذل أمامها بقية العام، ليس هذا الصيام الذي أراده الله. أن تنضبط شهراً ثم أن تسترخي 11 شهراً، ليست البطولة في رمضان أن ننتصر على النفس ثم ننخذل أمامها بقية العام، ولكن البطولة أن نحافظ على هذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان. ليست البطولة أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزهها عن الغيبة والنميمة وقول الزور
ثم نطلقها بعد رمضان حيثما تريد. ليست البطولة في رمضان أن تصلح قلوبنا وبعدها نعود إلى ما كنا عليه. ليست البطولة في رمضان أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة في رمضان ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد رمضان. إننا إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ولكن البطولة أن تصوم جوارحنا عن كل معصية في رمضان وبعد رمضان حتى نلقى الواحد الديان. ليست البطولة أن نتحرى الحلال في رمضان خوفاً من أن يرد علينا صيامنا ثم نتهاون في تحريه بعد رمضان على أنه عادة من عوائدنا ونمط شائع من سلوكنا. ولكن البطولة أن يكون الورع مبدأً ثابتاً وسلوكاً مستمراً في رمضان وبعد رمضان. ليست البطولة أن تبتعد عن المجالس التي لا ترضي الله إكراماً لشهر رمضان ثم نعود إليها وكأن الله عز وجل ليس لنا بالمرصاد في بقية الشهور والأعوام. ليست البطولة أن نراقب الله في أداء واجباتنا وأعمالنا ما دمنا صائمين، فإذا ودعنا شهر الصيام آثرنا حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا وواجباتنا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان يضبط نفسه في رمضان ويعود إلى ما كان عليه بعد رمضان لما شرع الصيام إطلاقاً. شرع الصيام ليكون هذا الشهر نقلة نوعية تستمر، يأتي رمضان ثاني نقلة نوعية ثانية تستمر، يأتي رمضان ثالث نقلة نوعية. أما إذا انتقلنا نقلة نوعية وعدنا إلى ما كنا عليه هذا الشهر عندئذ لا معنى له إطلاقاً ولا معنى لشهر الصيام. مثل هذا الإنسان الذي يعود إلى ما كان عليه قبل الصيام، كلام دقيق، مثل هذا الإنسان الذي يعود بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان لم يفقه حقيقة الصيام ولا جوهر الإسلام. إنه كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت، لا يدري لما صام ولا لما أفطر. أيها الإخوة، هذا كلام أسوقه لإنسان لم يفلح في رمضان، ومع أن شهر الصيام شهر رمضان شهر التوبة والغفران، ومع أن النبي قال رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى. ومع كل ذلك فالتوبة ليست مقصورة على رمضان وليست محصورة فيه، بل إن أبواب التوبة مفتحة على مصاريعها في كل أشهر العام. هذه الكلمة لمن قصر في رمضان، أبواب التوبة مفتوحة على مصاريعها في كل أشهر العام، كيف لا؟ والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً، يعني في رمضان وبعد رمضان، إنه هو الغفور الرحيم. إنه جل وعلا يدعو المسرفين إلى التوبة، فكيف بالمقتصدين؟
كيف لا؟ والله عز وجل يقول: فوق المكان والزمان، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. في رمضان وفي شوال وبعد رمضان وفي كل أشهر العام أسوق هذا الكلام لمن لم يعجبه صيامه في رمضان، أسوق هذا الكلام لمن شعر بالإحباط في أثناء الصيام. كل أشهر العام رمضان، والواحد الديان معك وهو يستمع إليك. التوبة النصوح كما قال بعض العلماء: ندم بالقلب واستغفار باللسان وإقلاع عن الذنب. وقد جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الإخوة الكرام، التوبة مخرج النجاة. حينما تحيط بالإنسان خطيئاته وهي صمام الأمان، حينما تضغط عليه سيئاته وهي تصحيح المسار، حينما تضله أهواؤه وشهواته وهي حبل الله المتين، حينما تغرقه زلاته، فمن أكبر رحمة الله عز وجل أنه فتح لنا باب التوبة، بل قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في رمضان وبعد رمضان وفي أي شهر من أشهر العام. أيها الإخوة، هذا عن التوبة في رمضان. وأما عن العمل الصالح والقربات، هذا لا يعني أن فرص العمل الصالح في رمضان وحده، مستحيل. فرص العمل الصالح متوافرة في كل أشهر العام، وإن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في كل يوم من أيام العام بإمكانك أن تتصدق، بإمكانك أن تواسي الفقير، بإمكانك أن ترعى اليتيم، بإمكانك أن تنفق المال، بإمكانك أن تعبد الواحد الديان. رمضان دورة مكثفة، دورة استثنائية مكثفة من أجل نقلة نوعية تستمر معك إلى ما بعد رمضان. أيها الإخوة، العمل الصالح قوام الحياة، كما أن الطعام والشراب قوام حياة الجسد. والفقر في حقيقته، أقسم لكم بالله، قد يملك الواحد 100 مليار من أي عملة تشاؤونها وهو عند الله فقير، وهو عند الله أفقر الفقراء. وقد لا يملك الإنسان قوت يومه وهو عند الله من أغنى الأغنياء، لأن الغنى والفقر بعد العرض على الله، لأن الغنى غنى العمل الصالح، ولأن الفقر فقر العمل الصالح. أيها الإخوة، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما سقى لابنتي سيدنا شعيب ماذا قال؟ قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استنبط العلماء من هذه الآية أن الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. نأكل ونشرب ونسهر ونسمر ونسافر ونستمتع، وكل هذه الحركات والسكنات والنشاطات والأعمال من أجل متعنا، من أجل مصالحنا. فإذا جاء ملك الموت تبحث عن عمل صالح فلا تجده، فأنت أفقر الفقراء. الغنى والفقر هو غنى العمل الصالح، والفقر فقر العمل الصالح.
وما كل عمل صالح يحتاج إلى مال، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. الكلمة الطيبة صدقة، صلة الرحم عمل صالح، الدعوة إلى الله عمل صالح، الإنصاف عمل صالح. لو عددت الأعمال الصالحة مئات بل ألوف الأعمال الصالحة لا تحتاج إلى مال، فقد يكون الفقير أغنى الأغنياء عند الله، وقد يكون الغني أفقر الفقراء. أيها الإخوة الكرام، إن صح أن التوبة، ركزت على موضوعين كانا في رمضان وينبغي أن يستمرا بعد رمضان، التوبة والعمل الصالح. بشكل مختصر، طريق إلى الله، كل معصية هي عقبة كأود على هذا الطريق، فالذي يتوب يزيل هذه العقبات واحدة واحدة، والذي لا يتوب تبقى هذه العقبات كأداء تحول بينه وبين السير إلى الله. إذاً هناك مرحلتان لا بد منهما، مرحلة التوبة أن تزيل كل العقبات عن الطريق إلى الله، لا يكفي، العقبات أزيلت، ما الذي يدفعك في الطريق إلى الله؟ العمل الصالح، والعمل الصالح يرفع. التوبة امتناع عن كل معصية، عن كل مال حرام، التوبة إزالة العقبات، والعمل الصالح التحرك إلى القربات وجنات اللقاء مع الله عز وجل. لذلك الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخواننا الكرام، العمل الصالح مظهر للإيمان، بل ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة نحو الآخر. ما في إيمان سكوني، ما في إيمان أساس الإعجاب السلبي، إعجاب بالإسلام، أو لا يتحرك، لا يقدم، لا يؤخر، لا يلتزم، لا ينصح، لا يدفع من ماله شيئاً، لا يسعى إلى الدعوة إلى الله، ليس هناك إيمان سكوني. الإيمان حركي. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. لذلك الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. أيها الإخوة، الآن متى يكون العمل الصالح عملاً صالحاً؟ لا يكون العمل الصالح عملاً صالحاً إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. احرص أن يكون عملك فيه إخلاص وفق السنة. ما كل عمل صالح يقبله الله. وفي هذا العصر ابتدع الناس أعمالاً صالحة لن تقبل عند الله، لك حفلة غنائية ساهرة يرصد ريعها للأيتام. العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان صواباً وفق السنة، وكان خالصاً إخلاص قلب يبتغي وجه الله عز وجل. لذلك الدرهم الذي تنفقه في إخلاص خير من ألف درهم ينفق في رياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
شيء آخر، لا يكون العمل الصالح عملاً صالحاً إلا إذا سلم من التخليط، أن تخلط معه عملاً سيئاً. لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. حال المسلمين اليوم أنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. شيء آخر، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله، لأنه يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن العمل الصالح لا يقبل معه عملاً سيئاً، بل إن العمل الصالح مقدم على العبادة النافلة. إن العمل الصالح مقدم على العبادة النافلة. قال ابن عمر: لأن أعين أخي المؤمن على حاجته أحب إلي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. لأن أعين أخاً على قضاء حاجته أحب إلي من صيام شهر واعتكافه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أيها الإخوة، هذا اليوم قبل الأخير في رمضان تصلح هذه الموضوعات، أن تتابع السير إلى الله، أن تتابع التوبة إلى الله، أن تتابع العمل الصالح إلى الله، أن تتابع صلاة الفجر في المسجد، أن تتابع صلاة العشاء في المسجد. من صلى صلاة الفجر في مسجد في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح. أيها الإخوة الكرام، الآن أضع بين أيديكم حقيقة دقيقة من علامات قبول الصيام والقيام. ألا تسأل: يا ترى هل قبل صيامي أم عملي؟ هل قبل قيامي في رمضان؟ ألا ينبغي أن تسأل ما علامة القبول؟ من علامات القبول قبول الصيام والقيام أن يكون حال العبد بعد الصيام أفضل من حاله قبل الصيام. إذا في تبدل بعباداتك، بمعاملاتك، باستقامتك بعد رمضان عنه قبل رمضان، فاعلم علم اليقين أن الله قبل صيامك. وإذا عدت إلى ما كنت عليه فاعلم علم اليقين أن الله لم يقبل صيامك. التوبة النصوح ينبغي أن نرعاها بعد رمضان من جميع الذنوب والآثام. العزم على أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل من حالنا قبل رمضان. فقد خاب وخسر من عرف ربه في رمضان وجهله في بقية شهور العام. شيء آخر من علامات القبول أن يغلب على المرء خوفه من الله من عدم القبول. فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان أصحاب النبي لقبول العمل أشد اهتماماً منهم بالعمل. العبرة أن يقبله الله. إذا في عندك قلق مقدس حول قبول عملك فأنت ممن فاز برمضان. العبرة القبول
لذلك قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة الكرام، وشيء أخير ينبغي أن نشكر الله، أن صمنا رمضان وقمنا رمضان ووفقنا إلى الصيام والقيام، فقد حرم من هذا العمل العظيم خلق كثير من المسلمين. أيها الإخوة، الطاعة تنقضي متاعبها ويبقى ثوابها، بينما المعصية تنقضي لذتها ويبقى اسمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم وما بعده، ونحن في أحسن حال مع الله ومع خلقه. الآن أيها الإخوة، من صام رمضان وأتبعها بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا حديث فيه ملمح اجتماعي وملمح عبادي وملمح صحي. الملمح الصحي يعني الانتقال فجأة من صيام إلى أكل وشرب من دون قاعدة، هي مشكلة. فهناك انتقال تدريجي من صيام 30 يوماً إلى صيام 6 أيام، قد تكون متتابعة أو غير متتابعة. وفي ملمح اجتماعي، لعل الزوجة أفطرت بعض أيام رمضان لعذر شرعي، فإذا صمت معها أيها الزوج صامت أدت ما عليها من دين، فكان الصيام رحمة لك ولها. لذلك الملمح العبادي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وستة من شوال من النوافل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة الكرام، كلمة أسوقها لكم للإمام علي رضي الله عنه: ليس شيء شر من الشر إلا العقاب. العقاب شر من الشر، وليس شيء خير من الخير إلا الثواب. وكل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر، واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا. فكم من منقوص رابح، وكم من مزيد خاسر. واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم. ذروا ما قل لما كثر، وما ضاق لما اتسع، وقد تكفل لكم بالرزق، وأمرتم بالعمل، فلا يكن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم. بادروا بالعمل وخافوا بغضة الأجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.